بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم عدنان التعليم. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. دونك هذه أول حلقة ديال برنامج بغيت نفهم، فذكرت إن أنا ندير بعض المشاكل اللي كيعانيو منها التلامذ، لأن هذه المراجعة كتستهدف الناس اللي يلا غادي يبداو، الناس اللي بادين، الناس اللي باقي مطلوع على كتاب والو. دونك فلذلك حنا إن شاء الله الرحمن الرحيم حاولنا نديرو هذه الحلقة الأولى، هي عبارة على مشاكل عند بعض التلامذ، نحلو واحد بعض المشاكل: التعميم، النشر، توحيد المقام، المتطابقات، القيمة المطلقة، الجذور، داكشي إن شاء الله كلشي تبع معنا. الهدف هو أن جميع التلاميذ يستفيدوا ويمروا من هذا الامتحان ديال البكالوريا على أحسن وجه ويدوزوا على أحسن وجه. أوكي سيدي، دونك أول حاجة غنشوفوها إن شاء الله دونك هي حساب الأعداد. كيفاش كتحسبوا الأعداد؟ باغ اكزومبل 1 ناقص 7، 1 ناقص 10، سيان سويت، دونك -10 + 1. دونك ان شاء الله نشوفو جميع الحالات الممكنة. اوكي ندوزو دابا الحالة الأولى. شنو كتقول الحالة الأولى؟ كتقول لك إلا كان عندهم نفس الإشارات، سيتادي عندنا ناقص أ بيان ولا ناقص بي. إلا كان عندهم نفس الإشارة شنو كندير؟ كنخلي ناقص ديال الإشارة اللي كاينة وكنجمع أ زائد بي. وكاين عاوتاني قاعدة أخرى، سي أ زائد بي، هادي الشي راه كاينة هنا الزائد غير مكيكتبوهاش. ألوغ هنا كدير زائد، هنا أ زائد بي معروفة بعد التلامذ. ألوغ ناخدو دونك أو بي عبارة على عدد. أوكي ناخدو إكزومبلاش باش نحاول إن شاء الله نفهمو هاد اللعيبة. ألوغ باغ إكزومبل عندنا سيدي -1 - 3، كتعطينا شحال؟ هي -4، متافقين؟ ألوغ باغ إكزومبل -7 - 10، كنخلي غير ناقص، دونك كيما قلنا الشباب كنجمع، دونك 7 + 10، دونك كتعطينا شحال؟ سي -17. فاهمين؟ هي القاعدة اللي كتقول حط الإشارة اللي كاين عندهم بجوج، متافقين؟ ألو زيد هذا زائد هذا. دونك هنا إكزومبل هنا ديالها باينة، كتلامت تبارك الله والسلام كيعرفو لها. دونك 3 + 7 كتعطينا شحال؟ 19. ألو 4 + 5 كتعطينا شحال؟ 9. الو الناس اللي عندهم مشكل يحاولوا يكالكولنا هادي عاد نطلقوا الفيديو. دونك -6 - 11 كتعطينا شحال؟ هي -17. دونك منين جات؟ دونك هي -6 + 11، دونك كتعطينا شحال؟ سي -17. اوكي عندنا هادو شفناهم، الا كانوا مختلفين، الا كانوا بحال في الاشاره، اما الا كانوا مختلفين شنو كنديروا؟ الا ما كانوا مختلفين باغ اكزومبل عندنا ا في هاد الحاله هي اكبر من بي، تقريبا بحال شحال 3 اكبر من جوج، كلا راه شنو كندير؟ كناخد اشاره الكبير، تدير اشاره ا كنحطها، وشنو كندير؟ كننقص هذا الكبير، دونك ا ناقص بي. الوغ هنا بصفه عامه ناخد امثله وان شاء الله نحاول نفهم. اوكي نمشيو ناخد امثله ونحاول نفهم. اوكي سيدي الوغ هنا نشوفو المثال الاول، دونك عطاونا -14. شكون اللي كبير؟ ماشي من ناحيه لي السين، دونك شكون اللي كبير في القيمه؟ واش 10 اكبر من 4 ولا 4 اكبر من 10؟ الو هنا 10 عندنا اش كبر من 4، دي لوجيك باينه. الو الاشاره اللي عندها هي اشاره بلس، كنخليها صافي. شنو كندير؟ كنقص الكبير، دونك 10 - 4. الو في الحاله الاولى كنا كنزيد، ولا كنت باغي نتعقلو. الو هنا عطينا هو +6، دونك هي 6. الو هادي ما خصهاش تكتب غير شرحت لكم بعد. الو مثال موالي حاولوا توقفوا الفيديو تخدموا ايضا. الو اذا عندنا شكون اللي كبير في هاد الجوج في القيمه ديالو؟ سي 17، دونك 17 كبر من 10. كلا اذا شكون غادي تحط السين ديال الكبير؟ غنشد 17 وغنقصها من اش؟ من 10. دونك عطانا شحال؟ عطانا هنا الداخل شحال؟ سي 7، ياك 17 - 10 راه هي 7، مع ناقص هي -7. الو حاولوا توقفوا الفيديو دابا وتحاولوا انكم ديروا. الو هنا عندنا 20 هي الكبيره في القيمه ديالها، سي غادي هي بلس. شنو غندير؟ عندي 20 - 10 كتعطينا شحال؟ كتعطينا هي 10. الو الحاله الثالثه هي الحاله ديال الجداء. الو الجداء سهل بزاف، علاش؟ لان الجداء خصني نشوف الاشارات اللي كيعطوني، يعني لي سين اللي كيتعطى، صافين. الو دونك لي سين عندنا، الو لي سين عندنا ناقص في ناقص كتعطينا هي زائد. كانوا بحال بحال، المهم الا كانوا بحال بحال كتعطينا هي زائد، يعني نفس الاشاره تساوي زائد. الا كانوا مختلفه الاشاره كتعطينا ناقص زائد، كتعطينا هي ناقص. الو غادي نمشيو نشوفو المثال الاول. الو عندنا ناقص وناقص، هاد الطريقة تولي هي زائد، متافقين؟ الو شنو كندير؟ كنضرب أ في بي، تعطيك 3 × 6 هي شحال؟ هي 18. الو هي زائد 18، دونك هي 18. الأخرى عاوتاني، دونك عندنا سالب في موجب، دونك سالب في موجب كيعطينا عدد سالب، دونك 7 × 4 كتعطينا شحال؟ سي 28. الو 1 - 6 كتعطينا شحال؟ سي
أرو عدد موجب في السالب كذا عدد السالب دونك واحد في ستة كتعطينا شحال شي ستة، أرو ثلاثة في ستة كتعطينا شحال سي 18. أرو حالا تالا كيكون على الخارج هذا بحال القسمة دونك عندنا أعلى بي في مقام دونك كيفاش كنكالكوليو أو لا كيفاش كنحدو لي سين ديالو. أو نتابعو معنا الشباب هنا عاوتاني كيشوفو الإشارات، إلا كانت عندي موا على موا كتعطيني هي بلوس، إلا كان بلوس على بلوس كتعطيني شحال سي بلوس، إلا كان موا على بلوس ولا بيان بلوس على موا دونك راه كتعطينا موا، إلا كانوا مختلفين صافين، إلا كانوا مختلفين كيعطيونا ناقص، إلا كانوا بحال بحال كيعطيونا زائد دونك سهل. ألوغ دونك نشوفو الإكزومبل المثال الأول، عندنا ناقص واحد على اثنان دونك هنا عندنا نحبها زائد غير مكنكتبوهاش، ألوغ عندنا ناقص على زائد هي ناقص واحد على جوج، ألوغ ناقص على ناقص دونك ناقص ثلاثة على ناقص أربعة دونك كتعطينا شحال دونك هي زائد ثلاثة على أربعة، حيت كيما قلنا إلا كانوا بحال بحال كتعطينا سين زائد دونك كتعطينا شحال في ثلاثة على أربعة. ألوغ خمسة على ناقص ستة دونك كتعطينا ناقص خمسة على ستة. بعد الكلام غادي يقول لي عدنان علاش كديرنا هادشي، دونك هادشي راه كنقدرو نديرو بآلة حاسبة، آلة حاسبة ما يقدكش الوقت تمشي عليها، حنا بغينا نتغلب عليها تولي ديرها بلا آلة حاسبة، ده هو الهدف ديال علاش درت هاد المشاكل. يعني كثير من التلاميذ صحيح كيخرجوا الآلات الحاسبة، شو الآلات الحاسبة اللي كاينين دابا كاينين فعلا ولكن راه ماشي لا كنلعبوا على الوقت لا ماشي عارف 3 سوايع، يعني خاصها تكتك باش تخرج جميع الأسئلة اللي كتعطى إن شاء الله وضربنا شي 20 وديرنا شي زادة إن شاء الله الرحمن الرحيم فالحام البرق. ألوغ دابا نشوفو حساب المتغير، سيتادير أش المتغير سيتادير إكس تي زد، يعني عدد يعني مجهول صافي. ألوغ لا حساب المتغيرات، الو دونك هنا سيدي نشوفو امثله دونك غنفسر لكم بمثال. الو الا كان عندهم نفس الاس كذلك كانت عندنا ا اس ان زائد ا اس ان، هذه كتعطيني هي دوزان دو ا اس ان، بحال لك تقول تفاحه زائد تفاحه هي جوج تفاحات، ولكن اساسي خصهم يكون عندهم نفس الاس باش يمكن لينا نحسبوهم. اوكي ناخذ مثال استعدنا عطينا مثال ونحاولوا نفهموا. الو اكس كاري زائد اكس كاري الوغ سي دونك كيما قلت الشباب كنحسب غير المعاملات اللي قدام، دونك بحال فهاد لي كاردا عندنا اش عندنا هنا واحد وهنا عندنا واحد صافي. الوغ حنا عندنا واحد غير ما كيكتبوش، حنا كاين واحد ما كيكتبوش، الوغ شنو كندير كنجمع غير المعاملات، يعني هذا زائد هذا حيت الا كانوا بحال بحال هنا عندهم نفس الاس اللي غيعطينا اش، عطانا هي واحد زائد واحد في اكس كاري دونك عطانا شحال سي جوج اكس او كاري. دونك باغ اكزومبل عندنا 3 اكس زائد 4 اكس زائد 7 اكس. الوغ هنا شنو غنمشي نجمع، نجمع هذا مع هذا مع هذا، دونك 3 زائد 4 هي 12، 12 زائد 7 هي شحال الشباب هي 19، دونك شحال 19 اكس. هادو علاش حيت عندهم نفس الاس، يعني هنا كاين واحد وهنا كاين واحد وهنا كاين ايضا واحد. دونك اكزومبل واحد اخر باغ اكزومبل اكس اس 3 زائد اكس وكا، دونك هادو انتيغدي ميمكنش نحسبهم مع بعضيهم غيبقاو بحال هكا حيت ما عندهمش نفس الاس صافي. اوكي دونك شوفوا معنا ليكزومبل الموالي، دونك عندنا 4 اكس كاري ناقص 10 اكس كاري زائد اكس كاري سامبي. دونك هنا الشباب شكون اللي كيتشابهوا مع بعضياتهم دابا اعلى درجه، دايما كيعطيني هذوك دابا اعلى درجه اكس اس 3 ما عندهاش معاهم تحسبها تبقى عندنا هذه مع هذه، دونك عندهم نفس الاس. دونك شنو عندي كما قلت كنجمع غير المعاملات، سي هذه 4 ناقص 10 وهذه شفناها في الفقره اللي فاتت هذا هو الكبير في القيمه ديالته، اذا ناقص دونك 10 ناقص 4 هي شحال هي ناقص 6، اذا غيتحط حداها وغتعطينا ناقص 6 اكس كاري. دونك على بشكل عام يعني خلاصة بشكل عام يعني خصهم يكون عندهم نفس الدرجات باش يمكن ليهم اش يحسبوا مع بعضياتهم. الوغ الحالة الثانية إذا كان عندنا أ على بويسونس إن فوا أ على بويسونس إن، سيتادير يكون عندي هنا نفس المتغير ولا بيان نفس الرقم غير هو يكون عندي اش الآنات مختلفة، الوغ كندير كنجمع متافقين. الوغ ناخدو مثال باش نحاولو نفهمو بيه، الوغ وأيضا الإشارات خصهم يكونو. الوغ ناخدو مثال ونحاولو إن شاء الله نفهم. رغم ان انا في يوتيوب الا باش ان بزاف ديال التلامد يتفكوا من المشاكل اللي عندهم ويدوزوا امتحان على امثل جدواز. اوكي سيدي دونك عندنا اكس كاري فوا اكس على بويسونس 3،
الو كنشوف بعد الاشارات بحال، اذا عندنا زائد ما عنديش مشكله. الو واش هنا هادو شوما بحال، الشرط الاساسي باش نقدر نجمعها خصهم يكونوا بحال، مزيان. اذا بحال، اذا شنو عندي هنا؟ عندي اكس، الو شنو عندي؟ نزيد هادي على هادي، هادشي اللي قال لي. الان عندنا هنا سي جوج، لو ام عندنا هو شحال؟ سي ثلاثة. اذا عندنا شحال؟ سي جوج زائد ثلاثة كتعطينا شحال؟ هي اكس اس 6. صافي يا شباب، دونك باغ اكزومبل عندنا اكس اس 4 فوا ناقص اكس على بويسونس، المهم نحيدو الاقواس. دونك عندنا اكس على بويسونس باغ اكزومبل ناقص 10. عرفت شنو عطينا الشباب؟ دونك بحال ايه نفس الاشارات بليس بليس. عرفت شنو عندي؟ عندي الربعة زائد ناقص 10. متفقين؟ عطينا شحال؟ سي اكس او عندنا 4، عندنا زائد، دونك زائد كتدخل على القوس ما كدير لا والو، دونك تبقى عاديه، دونك تولي عندنا ناقص 10. راه وصلنا شحال؟ سي اكس اس 6 ناقص 6، هذا هو الكبير. اوكي عندنا دونك نفس القضيه، كنشوف فيها عندهم نفس السين، اها واش عندهم نفس اللعيبات. دونك كندوي على المتغيرات الشباب، دونك هنا اكس واش كنضرب في اكس في اكس، اي بحال بحال. الو شنو كندير الشباب؟ كنضرب المعاملات بعضياته. الو سالب موجب غادي يعطينا عدد سالب، دونك كنضرب جوج في ستة، متفقين؟ وبالنسبة للأستاذ شنو كنديرو؟ دونك كنجمع مع الأستاذ، دونك ثلاثة زائد جوج. الو شحال عطانا؟ عطانا هي ناقص تمنية إكس أس خمسة. الو الشباب، دونك نمشيو دابا للحالة الرابعة. الو إلا كان عندنا أ و بي مختلفين وكان عندهم نفس الاس، عندي حق نجمعهم في اس واحد. القواعد كنستخدموهم بزاف الشباب في الحساب. باغ اكزومبل عندنا 3 اكس لا ماشي، دونك ناخدو اكزومبل اكس كاري فوا 4 اكس. دونك هاد الناس اللي ما عندهمش مع الاختزال، دونك يمكن لهم يطبقوا هاد اللعيبة. دونك انا لو تو كامل كلاغ. الو شنو عطينا الشباب؟ عطينا هي اكس كاري، متفقين؟ الوغ اكس على 4 اكس تو كاري. دلا كان فوالا، عندنا هنا شكون سي اكس، بي هو شكون سي 4 اكس. الوغ الان عندنا واش حاس سي جوج، لو عندو نفس الاس عندهم حق يجمعو فوس واحد، اكس على 4 اكس تو كاري. يمكن نحيد هادي مع هادي لبغيت. دونك هاد اللعبة تاهي راه ماشي غير في المتغيرات، الا كان عندي توابيت باغ اكزومبل عندي 3 او كاري على 4 او كاري، دونك هنا بحال اس هنا مختلفين، عندي حق ندير بحال هكا، دونك 3 على 4 لو تو كاري. صافي يا شباب، دونك ماشي ضروري يكونوا متغيرات. او الا كانوا بحال صديق عندنا اكس او كاري، ودي الناس اللي باغي يتعلموا الاختزال على اكس اس 3 على اكس اس 1، ياك؟ راه شنو كندير انا الشباب؟ تابعوا معايا مزيان، كندير اكس على حساب القاعده. دونك هنا نطبق هذا، كنشد هذا كنقصو من هذا، دونك جوج ناقص واحد، دونك كتعطينا شحال؟ سي اكس واحد. دونك الناس اللي بغا يتعلموا الاختزال، دونك كيفاش كنختزلوا؟ كنختزلوا بواحد المبدأ، غنفسرو لكم بمثال. دونك باغ اكزومبل عندنا هنا 10، عندنا اكس اس 17، كنشوف فين هي اكس الكبيرة اللي عندها القيمة الكبيرة سي 17، إذا اكس كتبقى لتحت. شنو كيضرا؟ كنقص الكبير من الصغير، سي 17 ناقص 10. والفوق شنو كنحط؟ كنحط هاد المعامل اللي عندنا هنا، بحال هنا عندنا واحد، عطانا شحال؟ سي واحد على اكس اس 7، صافي. عندنا اكزومبل واحد اخر، باغ اكزومبل عندنا 4 اكس كاري على اكس اس 1، غيعطينا شحال؟ شكون اكس اللي عنده الكبير سي تادي الفوق؟ اذا اكس غتبقى عندنا الفوق، صافي. شنو كندير؟ كنشد هنا عندي واحد، كنشد جوج ناقص واحد، مزيان. الوغ شنو كيبقى عندي هنا؟ كيبقى عندي 4. الوغ المقام هنا راه واحد، وكيقول في فريريش ان ا على واحد راه كتعطينا شحال؟ صفر، صافي. يعني ناشطة شحال هي 4 اكس اس 1. الو من بعد نشوفو قاعدة النشر. الو كيفاش كنديرو كنشرو؟ كنضرب هذا في هذا وهذا في هذا. الو نشر توحيد، نشر وتعميل، دونك كونسيبت دي مهمين، هذا في هذا. او شنو يعطينا؟ يعطينا ا في سي بلس ا في دي بلس بي فوا سي بلس بي في دي، صافيين. الو ناخدو اكزومبل نحاولو من خلال ديالهم نبسطو المسائل. الو باغ اكزومبل عندنا اكس زائد واحد عامل دي اكس زائد جوج، دونك هنا عاوتاني بزاف ديال التلامد كيوقعو في مشاكل.
راه شنو غندير كما قلنا الشباب، غنضرب هذا اكس في هذا، دونك اكس في اكس كما قلنا، الا كنت كنضرب متغير في متغير، الا كان بحال بحال دونك شنو كندير، غير الاس كنزيدو يعني اكس وكاخي. كنجي هنا اكس في جوج هي شحال، هي زائد جوج اكس، عارفين راه واحد في اكس كيعطينا هو شحال، سي واحد اكس، راه واحد في جوج كتعطينا شحال، سي زائد جوج، عارفين راه هنا كتعطينا شحال، سي اكس كاري. راه هنا عندهم نفس بحال بحال، اذا كنجمع المعامل جوج زائد واحد هي شحال، سي ثلاثة اكس زائد جوج. اوكي دونك حاولوا انكم توقفوا الفيديو وخدموا. راه انا كنشوف عاود تاني عندي موجب في عدد موجب، دونك جوج في اكس طلع هي جوج اكس، تمام. الو اكس في ناقص اكس هذا موجب في سالب، حاشا هذا عدد موجب هنا وهذا عدد سالب، ده غادي يعطينا اش عدد سالب. دونك شنو قلنا الشباب، كنضرب معامل في معامل، هذا واحد في ناقص ربعة هي ناقص ربعة. الو اكس في اكس هي شحال، سي اكس وكاري، تفاعل ثانية ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج، الو ناقص مع ناقص كتصبح هي زائد، الو واحد في ربعة اكس هي شحال، سي أربعة اكس. راه ثاني ناقص ربعة اكس كاري حيت ما عندهاش معامل تحسب، خصني كإما قلنا تكون نفس الدرجة. الو انا نجمع هذا مع هذا، دونك جوج مع ربعة عطانا شحال، سي ستة اكس ناقص جوج. الو نشوفو دابا التعميل، التعميل كنشوفو فاش في العامل المشترك، سي هادي واحد الحاجة كاينة فيهم كاملين، راه هنا سواز بليس و موا، بحال شنو الحاجة اللي كاينة في كاملين الحدود، كاين تسمى هما الحدود. الا هو الفا، اذا الفا عامل مشترك شنو كندير، كناخدو الا خدت الفا كتبقى عندي ا، الا خدت الفا كتبقى عندي بي، الا خدت الفا كتبقى عندي سي، دونك زائد ولا ناقص طبعا. دونك ناخدو مثال نحاولو مخيال ديالو نفهمو، راه باغ اكزومبل عندنا جوج اكس زائد اربعة ولا زائد اثنان، نمشيو غير بشوية بشوية، نحاول ان شاء الله هادشي كلو يتفهم. الوغ عامل مشترك في الطرفين سي جوج، الوغ شنو غندير، غنعمل بي، دونك جوج عامل لي. الوغ هنا جريت جوج شنو بقات اكس، هنا جريت جوج بقات اش، بقات زائد، سي تادير هي زائد واحد، طابين اكزومبل واحد اخر عندنا جوج اكس زائد اربعة اكس. الوغ هنا كاينين جوج عوامل، دونك لي كيبان جري سي اكس، نعملو بيكس يلا. الوغ الا عملنا بيكس كيبقى عندنا زائد هي جوج، الا عملت هنا بيكس كيبقى عندي هي اربعة. لا راه عطانا شحال، جوج زائد اربعة هي ستة، وستة في اكس كتعطينا شحال، سي ستة اكس. الوغ باغ اكزومبل عندنا جوج اكس كاغي زائد تلاتة اكس، الوغ عامل مشترك عاود تاني في الطرفين هو اكس، راه نمشيو نعملو بيكس. الوغ هنا راه كاينة جوج اكس، علاش؟ حيت كيقولك اكس وكاغي راه مضروبة في راسها شحال مرة، هاد العدد كيمثلو شحال مضروبة في راسها مرة، دونك اكس في اكس. باغ اكزومبل عندنا اكس على بويسونس ربعة، راه كنضربو في اكس في ربعة المرات، لا الو انا مضروبه في جوج، دونك انا خدت غير وحده بقات عندي اش، بقات غير وحده والمعامل اللي قدامه. لا بالنسبه لثلاثة اكس خدت اكس بقى شحال، تبقى ثلاثة، فاهمين الشباب؟ الو دابا الشباب غنعملو باش نعملو بي اكس، الو كيما قلنا هنا كاينين ثلاثة بقاو جوج، هنا بقات وحده، خدت وحده بقات وحده، في اكس خدنا اكس بقاو قدامها زائد سي زائد واحد، مالو بروبلام الشباب؟ هنا فين خاصكم تنتافو، الو ما عنديش اكس، دونك ملي كنكونش عندي اكس كنقسم على داكشي اللي معمل بيه، كنقسم عليه الا ما كانش عندي، تعرفين الشباب هنا هادشي نحتاجو في الدواء، نحتاجو بزاف ديال الحوايج. الو مثال اخير ندوزو، دونك اكس اس 4 زائد اكس اس 2، بغينا نعملو ب اكس اس 4. الو انتبهوا معايا الشباب، هنا عندنا اكس اس 4 جريتها كامل بقاو قدام غير المعامل سي واحد. الو هنا جريت عطاني جوج من اكس، يعني جريت لي هاد جوج هادي، وباقي كنتسالو شحال، سي جوج كنقسم عليها، لي ما عنديش لي ما عندوش كنقسم عليها. لا الو مشكل عاوتاني كيعانيو منو التلامذ، دونك هو المشكل الرابع في المتطابقات الهامة، ايضا هذا شي مهم جدا باش اننا نقدرو نخرجو تمارين كنتلاقاو في مرات مع المتطابقات الهامة. الو اذا هنا كيكون عندي ا و بي عددين ولا بي متغيرين ولا كيما بغاو يكونوا، الو كتكون بيناتهم زائد والناقص، شنو كندير انا؟ كندير الاولى وكاري صافين زائد ولا ناقص على حساب شنو عندي، كنضرب جوج في ا في بي بلوس الاخرى وكاري. الو اذا كيعطينا شحال، كيعطينا اكس ناقص واحد ولا بي ناقصو ناقص جوج وكاري، عطينا شحال، فين هو ا؟ راه هو اكس،
بي هو شكون هو جوج وناقص راهي ديال لي ستين. عرفت شنو كندير؟ كندير ا او كاري صافي اكس او كاري صافي ناقص جوج في ا في بي، سيتادير جوج في جوج هي اربعة وضرب في اكس راهي اكس زائد الاخراني او كاري سيتادير جوج او كاري اللي عطانا شحال هي اربعة من بي. صافي لو ناخدو اكزومبل واحد اخر باغ اكزومبل اكس ناقص واحد او كاري زائد دابا الو عطاتنا هي شحال دونك سي اكس كاري صافي زائد دو فوا واحد اللي هو ا فوا بي اللي هو اكس لان ا كيمتها هنا شحال هو اكس و بي هو شحال سي واحد. الو صافي دونك جوج فوا واحد في اكس كتعطيني جوج اكس زائد واحد او كاري اللي هو طبعا هو واحد. ديما ديك الاس كيعني انه شحال مضروب في راسو مره سيزيغ جوج كاري راه هي شحال مضروبه جوج في راسو مره جوج مره دو فوا صافي. الوغ المشكله عندنا ان شي مرات كيعطيونا المتطابقات لا ما دونك بحال هكا ما كنعرفوش واش هي مستطابقه هامه ولا لا. دونك باغ اكزومبل اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 4 وفي التمرين كيقولك بين انها كتساوي شحال سي اكس ناقص 2 دو 2 او كاري. الوغ هنا كاين بروبليم غنحاول نعطيكم واحد التقنيه جد سهله الا بغيتوها تولي تطبقها في التمارين ديالك باش تعرف واش هي مطابقه هامه ولا لا. كتشد الوسطاني دائما دونك ناقص 4 قسمه على 2 على ناقص 2 طبعا على 2 يعني غير على 2 انا نخربقوكم. الوغ اله حاسيبه ولا بيها بالكالكوليتر نقبيله دونك كتعطيك هي جوج كترفعها او كاري كلها هذه قوس بحال هكا في الاله حاسيبه او كاري كتعطيك هي 4 يعني هذه هي اللي خاصها تكون عندك هنا. دونك الا كانت عندك هذه فعلا متطابقه هامه على شكل اكس تاقي كنشد هذاك العدد اللي رفعته او كاري هنا ناقص 2 دو 2 كاري كنحطو تاقي. اوكي اكزومبل اخر اكس او كاري ناقص 8 اكس زائد 16 الو نمشيو نطبقوها عاوتاني حاول انك توقف في الفيديو ديرها. دونك ناقص 8 ديفيزي باغ 2 كتعطينا شحال سي ناقص 4 لو 2 كاري كتعطينا شحال كتعطينا هي 16 كلير. اذا هاد الحد هو الحد اللي عندي الاخر اذا هذه متطابقه مع على شكل اكس ناقص 4 او كاري. اذا كما قلت ناخذ غير هذا اللي لداخل واللي كنحطو تمايا او كاري. اوكي ماشي دونك هنا القاعده الثانيه او ا او كاري ناقص بي او كاري كتساوي هي ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي سيفيون بعدنا. دونك ناخذ شي مثال ونحاولوا من خلال ديالو نفهم. الو باغ اكزومبل كانت عندي 3 زائد اكس عامل لي 3 ناقص اكس. الو هنا خصهم يكونوا مختلفين دونك شكون هو ا عندنا هنا دونك لو ا عندنا هو 3 لو بي هو شكون هو اكس تاقي. الو شنو قال لي في القاعده قال لي كانت عندك ا ناقص بي عامل لي 3 اكس زائد يعني ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي صغير هنا بحال بحال وفي الاشارات مختلفه في الوسط كما كتلاحظوا عندنا هنا. راه شنو كدير؟ لا كدير هي 3 او كاري صافي ا او كاري ناقص بي او كاري صافي اكس او كاري صافي. واش عطانا شحال؟ عطانا هي 9 كما قلنا ان 3 اثنان كيمثل العدد اللي شحال نضرب 3 في راس مره دونك جوج مرات يعني 3 في 3 هي 9 صافي. ناخذ مثال واحد اخر نحاول من خلال ديالو نلمسو هاد اللعب. الوغ باغ اكزومبل عندنا واحد ناقص اكس عامل لبيان عندنا خدنا بحال هكا دونك ناخدو هدا بشوية مقلوبة نبدلو اللعيبات. الوغ اكس ناقص باغ اكزومبل 6 عامل لي اكس زائد 6. حاول توقف الفيديو عاد نشوف الجواب باش تستفيد دائما. الوغ ترى هي اكس وكاري ستة وكاري تصدق هي اكس وكاري ناقص 36 ستة في 6. اوكي بعدنا قلت لنا ان اكس وكاري ناقص 36 ياك. الو غادي بغينا نرجعوها بحال هذيك اللي طالبين منها دونك خصني نعرف واش هي المطابقة هامة ولا لا. الو كيفاش كندير؟ الو كتشد هنا الا بغيتي تعرف المطابقة هامة ولا خصك عندك اكس وكاري بعد هنا ولا شي حاجة وكاري هنا كتشد العدد اللي عندك هنا 36 شنو كدير لي؟ كدير لي الجدر كيخرج لك 6 كترفعو وكاري كيعطيك 36. الا كان هذا هو اللي عندك هنا ففعلا هذه مطابقة هامة على شكل اكس غير كتشدد العدد ديما كتبقى تلانفيرسي دونك ناقص 6 او كاري ناقص 6 عامل لي اكس زائد 6 كدير لي اشارة بليس وموا ما بين اكسات. اكزومبل واحد اخر دونك اكس او كاري 49 ياك. الوغ الجدر تاع 49 هو شحال؟ هو 7
اي فهو يعطيك غير عدد، راه عدد حقيقي، عدد طبيعي. راه عرفت اللوجيك راه مسبقة، دونك باش نتأكد نرفعها وقال نعاودو نشوف واش نرجعو لها الأحصائية هاديك على الأصابع اللي شنو غنديرو. دونك ممكن لي نكتبها على هاد الشكل هذا، دونك هي إكس كيما قلنا كنزيد وكنقص هنا، دونك زائد 7 عامل لي إكس ناقص 7. اوكي نعم، دونك واش غادي يبقى زعما الوقت باش اننا نبريباريو، لان لا دات سي 15/4 يعني مقاول المسيح على الوطني، باقي الوقت والله العظيم تبقى الوقت. الا كان العزم كنت باغي تنجحوا باقي الوقت كافيكم، الا كنتي باغي تحطم حاولوا انكم صافي تحيد لا موتيف، تولي موتيفي، اسمع موتيفاسيون الشباب. دونك تسقط النجاح داكشي بايد الله سبحانه وتعالى، ما بايد حتى واحد، فاهمين يا شباب؟ راه بعد الامد كنعرفو مرة في الشهر الاخر جاب الله تيسير، قال الانسان وهمشي ميش يعني اليأس مشكلة الشباب، فاهمين؟ على القاعدة الموالية عندنا أ زائد ب ناقص بي، على غير نتابعونا الشباب. إذا كان هنا زائد كتحط أونيفو هنا زائد وهنا زائد، شايفين كانت ناقص الشباب كدير هنا ناقص وهنا ناقص. لا باغ اكزومبل عندنا اكس ناقص لا بويسونس 3، اسمحوا لي هاد الغلط، عندنا اس 3 هادي مطابقة عامة، دونك غادي مكنستخدموهاش بزاف في الباك، مي قبل من الباك كديروها. عندنا اكس ناقص 1 اس 3، دونك لو نحيدو واحد لان واحد تبع القضية مدايرة. الو ناخدو جوج لا بويسونس 3، الو عندنا لو ا وشحال سي اكس، لو بي واش حال سي جوج، دونك نبدا نحط. دونك انا عندي ناقص، اذا عندكم هنا ناقص وحتى انا غتكون عندي ناقص كلير. الو هنا شنو عندي سي ا وكاس تاع اكس، اكس و 3 صافي، جوج عشرة 3 في اكس كاري و جوج صافي، غنديرو هنا اقواس كنعنيو ان الضرب. دونك زائد 3 فوا ا لي هو شحال سي اكس، فوا بي لي هو شحال سي جوج و كاري، ناقص بي وكاي سيتادير هي جوج وكاي جوج ثلاثة. الوغ سي بيان، حسبو هادشي عطينا هو اكس و ثلاثة عادي. الوغ معاملة بعضياتهم ثلاثة في جوج هي شحال ستة اكس وكاي زائد، دونك جوج وكاي ربعة، ربعة في ثلاثة هي شحال سي 12 اكس، الوغ ناقص 8. الو حاولوا مع هذا نطلقوا الفيديو. الو هنا عندنا اش عندنا سي بلس، اذا خصني نحط بلس سو بلس هنا او شنو كنتم غادي. يلا اكس اس 3 دونك لو ا عندنا هنا شحال الشباب، دونك هو اكس، بي عندنا هو شحال سي 3، دونك نبدا خدام. دونك هنا 3 فوا ا يعني اكس و كاري فوا 3 زائد 3 اي ما خدتش لي سباس، دونك في اكس في 3 او كاري زائد 3 على بويسونس 3 صافي. انا غادي نعطي شحال سي اكس على بويسونس 3، هنا عطينا 3 3 هي شحال سي 9 اكس كاري زائد 3 او كاري هي 9 صافي 3، دونك في 3 هي 27 اكس زائد 27 اتفقنا شباب، دونك هذا هو الحل ديالها. الو شباب دونك نشوفوا دابا الجذور المربعه، الو مشكل خامس. الوغ مش دور مربع، دونك هنا كاين بعض القواعد حيت هادو تما جد مهمين بزاف، وبزاف ديال التلاميذ كيديروا اغلاط. الوغ نعتبر واحد العدد ا موجب، واحد العدد بي كبر من زيرو تا هو، دونك موجب قطعا. الوغ الا كان عندنا الجذر تاع ا لو تو كاري راه كتعطينا اش، كتعطينا هي ا. اوكي دونك اكزومبلات، دونك باغ اكزومبل جذر 3 لو تو كاري كيعطينا واحد سي 3، باغ اكزومبل جذر 6 او كاري كيعطينا شحال، كيعطينا هو 6. دونك الجذر باغ اكزومبل ديال ناقص 7 او كاري هذا ميمكنش، هذا كيقول لك سير تقرا في ليبيا لا يوجد في المغرب. الو انا الشباب الا كان عندي لاغاسين ديال اكس او كاري، دونك نورمالمون خاصة الا كان شي متغير، دونك نحسبو ا بحال المتغير هنا يعطينا هو القيمة المطلقة ديال هاد العدد كلاف. دونك من بعد حيت هنا ا عندنا موجب كيعطينا هو ا، شدي بزاف ديال التلاميذ كيغلطو فيها. الوغ باغ اكزومبل عندنا لا راسين ديال 3 او كاري كتعطينا شحال، هي 3 يعني قيمة مطلقة، قيمة مطلقة كضرب شي حاجة سالبة موجبة.
الوغ دونك باغ اكزومبل جدر خمسة وكاري، دونك إلا كان موجبنيش أنا كندير خمسة كلاير، يحيد هذا مع الجدر. دونك باغ اكزومبل جدر ستة وكاري، دونك يا ستة. باغ اكزومبل لا جدر ناقص ستة وكاري، دونك هذا انتيغري، كنا قلنا خصو يكون موجب قطعا. الوغ هادي كاينة علاش؟ لأن لو تو كاري سيتادير هذا راه موجب، يعني مع الوكارة دي يولي هو موجب. صافي نقصو اللي عندنا هي شحال، سين دو أربعة اللي هي شحال سي جوج. كلاغ الشباب، الوغ أنا معاه هنا كاينة الأوكاري، دونك باغ إكزومبل كان عدد فا يعني شي عدد واحد آخر لا، الوغ أنا سي سالب أه، ولكن ما عنديش حق نكتب بحال هكا. دونك ناقص ستة أوكاري هادي لا، لأن ناقص ماشي على لو تو، لو تو أي يجوز في هاد الحالة. دونك عندنا لاغاسين دو أف و بي، دونك عندنا هو لاغاسين أ فوا لاغاسين بي. ألوغ إكزومبل باغ إكزومبل عندنا لاغاسين ديال تلاتة في ربعة، دونك عطينا هو الجدر تاع تلاتة فوا الجدر تاع ربعة. صافي لاغاسين ديال جوج إكس كيعطينا هو لاغاسين ديال، بحيث أن إكس هنا موجبة قطعا، ألوغ عطينا هي جدر جوج فوا جدر إكس. ألوغ عندنا عاوتاني قاعدة موالية كتقول إلا كان عندنا لاغاسين ديال أ على بي كيعطينا هو الجذر تاع أ على الجذر تاع بي. دونك ناخد إكزومبل، دونك باغ إكزومبل عندنا لاغاسين ديال تلاتة على ربعة، عشتنا شحال سي لاغاسين ديال تلاتة سيغ لاغاسين ديال ربعة. باغ إكزومبل لاغاسين ديال واحد على جوج كيعطينا هو الجذر تاع واحد على الجذر تاع جوج، سيتادير هي شحال، هي جذر هي واحد على الجذر تاع جوج. دونك كتابات لا يمكن أن تفعلها، وإذا فعلتها سوف تذهب إلى المريخ. دونك عندنا أ زائد بي، أو كتعني هي الجدر تاع أ زائد الجدر تاع بي، هادي مكيناش في الرياضيات، لا يعني قاعدة انتقادية. دونك الجدر تاع أ ناقص بي كذلك هو مثال، دونك الجدر تاع أ ناقص الجدر تاع بي هادي أيضا لا توجد، بل هي إبداعات في الرياضيات. الو بقيت خاصية واحدة، هذه الخاصية تقول واحد على جذر أ يساوي هو جذر أ على أ. صافي يا شباب، الو إكزومبل ناخد مثال، دونك واحد على جذر تاع اثنان يعطينا جذر اثنان على اثنان، واحد على جذر ستة يعطينا جذر ستة على ستة. هي لكن شيء هنا هناك عدد الفوق، دونك باغ اكزومبل سبعة، دونك سبعة جذر ستة يعطينا سبعة تبقى جذر ستة على ستة. الو الجذر الابيس جذر ا يعطينا هو شحال، هو ا على واحد على اثنان، هذه جد مهمة جدا سيرتو في مادة الفيزياء. الو جذر ثلاثة تعطينا كم، ثلاثة أس واحد على اثنان. دونك ملاحظة جد مهمة الشباب، أن يعني ماشي دائما كنمشي من هنا، انا نقدر نرجع ونغير. يعني باغ اكزومبل عندي ثلاثة نقدر نكتبها ثلاثة جذر جوج دو تو كار، يعني ماشي ضروري حيت كاين التساوي، يعني متساوية سواء نبدا بطرف او بطرف الاخر. الان غنشوفو القوى، دونك وصلنا سادسا على القوى او الاساسات. الو عندنا ا، غنشوفو ايضا واحد القواعد مش مهمة. دونك عندنا ا اس زيرو كتساوي هي واحد، ديما اي عدد ا بيسون زيرو، بحيث ان ا عدد كلير. او باغ اكزومبل عندنا اش، عندنا واحد رابيسون زيرو كتعطينا هو واحد، دونك مية رابيسون زيرو كتعطينا شحال سي واحد. الوغ بي باغ اكزومبل جدر ولا بيان واحد على جوج رابيسون زيرو كتعطينا هو واحد. صافي الشباب، الوغ ا رابيسون واحد كتعطينا هو شحال، كتعطينا هو يعني الا كانت شي حاجة اس واحد كتبقى هي واحد. دونك باغ اكزومبل تلاتة على بويسونس واحد راهي تلاتة، دونك أربعة على بويسونس أربعة هي أربعة، دونك ناقص واحد على بويسونس واحد كتعني هي ناقص واحد. ألو هاد الخاصية هادي شفناها في الأول ديال الفيديو، دونك كندير أم زائد بوشي تام كلا. ألو ناخدو في اكزومبل باش نعاودو نكبيريوها. دونك باغ اكزومبل تلاتة أس أربعة فوا تلاتة أس باغ إكزومبل سبعة، خص يكون الأساسات بحال بحال، أس أساسات بأس مختلفين. دونك كتعطينا شحال، سي تلاتة في تلاتة أس ربعة زائد سبعة، دونك كتعطينا شحال، هي تلاتة ألا بويسونس حداش. دونك ميتشال واحد آخر، عندنا إكس ألا بويسونس ستة
هو اكس ار بريزونس باغ اكزومبل 4 كتعطينا شحال سي اكس هو الاساس المشترك دونك 6 زائد 4 كتعطينا شحال سي 10. الوغ قاعدة موالية دونك عندنا ا على بويسونس ان فوا بي على بويسونس عندنا ا و بي مختلفين و ان عندنا نفس القضية دونك هنا غنخلي الجداء كيما هو و الان عاد ترجعنا دونك ناخدو امتحان دونك باغ اكزومبل عندنا اكس اس 2 فوا 4 اس 2 صافين عطينا وشحال عطينا هي 4 في اكس دونك هي 4 اكس و كافي. الو الا كان عندنا ا اس ان على بويسونس ام دونك شنو كندير كنضرب هادو ببعضياتهم تدير ان فوا ام كلير باغ اكزومبل مثال عندنا 3 او كاري على بويسونس 4 الو شنو عطينا عطينا هو 3 دونك 2 في 4 سي تادير شحال هي 3 على بويسونس 8 دونك اكزومبل واحد اخر اكس 6 على بويسونس 10 دونك عطينا شحال سي اكس 6 في 10 عطينا شحال سي اكس على بويسونس 60. الوغ هادي تاهي شفناها في الاول الفيديو دونك عندنا هي ا اس ان على ا اس ام اللي كان بحال بحال شنو كندير كندير ان مو ام دونك اكزومبل عندنا باغ اكزومبل 3 او كاري على 4 على 3 على بويسونس 6 كتعطينا شحال سي 3 جوج ناقص 6 راه عطينا شحال سي 3 اس ناقص 4 الوغ باغ اكزومبل اكس او كاري على اكس اس 4 كتعطينا شحال هي اكس دونك جوج ناقص اربعة تضيع شحال سي اكس ناقص اثنان دونك الا كان عندنا واحد على ا اس ان كتعطينا شحال سي ا ناقص ان صافي ناخدو اكزومبل نحاولو نفهمو من خلال ديالو يلا دونك عندنا هي واحد على اكس او كاري دونك كتعطينا شحال سي اكس ناقص جوج باغ اكزومبل عندنا واحد على على اكس ا بويسونس ان دومي كتعطينا شحال سي اكس ناقص واحد على اثنان. الو الا كان عندي ان على بيس ا على بيسونس ان على بي على بيسونس ان كانوا بحال بحال عندهم نفس الاساسات اللي تاي درناها دونك جمعوا في اساس واحد دونك ايزون دونك عندنا 3 او كاري فوا 4 او كاري كتعطينا شحال سي 3 على 4 لو تو او كاري. وعندنا ا على بيسونس ان كتعني ان ا نضرب في راسها شحال مرة يعني ان فوا مرة لا نبقى نضرب في ا في ا في ا جيسكا ا شحال مرة ان مرة كلاغ ان مرة لو سي بيان دونك اكزومبل باغ اكزومبل عندنا اكس على بويسونس 6 كتعني في راسها شحال نضرب مرة في اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس دونك 6 المرات الو اكس على بويسونس 7 سيتيغ هي اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس 7 المرات. اوكي دونك دابا سابعا نشوفو توحيد المقام دونك كيفاش كنوحدو المقام دونك كنوحد المقام باستخدام واحد الخاصية زوينة شنو هي كندير بحال اكس تحتانيه وبعضياتو الو هنا عندنا اش عندنا غنضرب فاش غنضرب بي في دي صافي من بعد دونك اكس هي هادي كنضرب بحال هاكا دونك هاكا هاكا و تحتاني ببعضيات بلا عطينا هو ا فوا دي بليس ولا موا على حسب الإشارة اللي عندي فوا بي فوا سي كلاغ الو ناخدو اكزومبل نحاولو من خلال ديالو نفهمو الو باغ اكزومبل عندنا واحد على جوج زائد تلاتة على جوج زائد عفوا تلاتة على جوج ناخدو تلاتة على باغ اكزومبل خمسة او شنو عندي نضرب جوج في ثلاثة جوج في خمسة متحتش كيما قلنا والفوق هادي نضربها في هادي دونك واحد في خمسة صافين زائد هادي في هادي دونك ثلاثة في جوج راه عطانا شحال عطانا هي خمسة زائد ثلاثة في جوج هي ستة متحتش عطانا هي عشرة راه عطانا هي حداش على عشرة الو غنحاول ان شاء الله نطبقو هادي ايضا دونك نعطوني ثلاثة على سبعة ناقص واحد على سبعة ألو عشرة سبعة في نضرب سبعة جداء في اثنان صافين ثلاثة جداء في اثنان ناقص واحد في سبعة ثلاثة في اثنان هي ستة واحد في سبعة سي سبعة ألو سبعة في اثنان هي أربعة عشر إذا عطينا الشي كامل هو شحال سي ناقص واحد على أربعة عشر القاعدة الثانية
عندنا القاعدة الثانية، عندنا أ زائد ناقص بي على سي، دونك شنو كندير؟ كنضربها هذه في هذه، يعني أ في سي زائد ولا بيان ناقص بي على سي. ألوغ ناخذ مثال، دونك تعطيني شحال؟ سي ثلاثة ناقص واحد على جوج. ألوغ شنو عندي هنا الشباب؟ غير نضرب هذه كما قلنا والأخرى كنزيد عليها، دونك تعطيني ثلاثة في اثنان ناقص واحد. راه عاودوا الفيديو بزاف ديال المرات راه يجيب لاتيس، عندي مشاكل اللي كنواجهو مع التلاميذ للأسف الشديد في إعداد الامتحانات البكالوريا. يعني الظروف ديال الباك سي ظروف سهلة، مي المشكل فين كاين هو مشكل ديال لا باس. الوغ مثلا هنا كانت عندي في الجهة المعاكسة بحال هكا، هنا كانت عندي هكا، كندير نفس القضية. إلا ما كانش عندنا مقام كيساوينا واحد نيشان كنضربها في هادي، كتعطينا هي واحد ناقص ثلاثة في اثنان على اثنان، صافي الشباب. دونك كيعطينا هو واحد ناقص ستة على جوج، كيعطينا هو شحال؟ هو ناقص خمسة على اثنان. ألوغ بيان، دابا غنشوفو جداء. ألوغ جداء القاعدة الثالثة، شي راه ساهل جدا جدا جدا، غير تبعو معانا وإن شاء الله يكون خير. ألوغ دونك شنو عندي؟ عندي الأ فوا سي، كنضرب بس بس مقام في مقام. ألوغ ناخدو مثال ونحاول المثال ديالو، شوفو كيفاش كيطرات. دونك واحد على جوج فوا سبعة على ثلاثة. ألوغ شنو عندي هنا الشباب؟ نضرب سبعة في واحد على اثنان في ثلاثة، وعطانا هي سبعة على ستة. دونك باغ إكزومبل ثلاثة على عشرة فوا خمسة على ثمانية، دونك عطانا شحال؟ ثمانية في عشرة، ثلاثة في ثمانية زائد خمسة في عشرة. ألو المهم حسبو نتوما هادشي ونشوفو شحال كيساوي. ألو القاعدة الموالية، إلا كان عندنا طبعا أ فوا بي على سي، ولا بي في جدا بي على سي جدا أ. ألو شنو كندير؟ نفس القاعدة، دونك بس بس مقام في مقام، غير هو المشكل اللي كاين هنا أنا ما عندي مقام لآخر كيساوي واحد. أو هنا باغ إكزومبل عندنا بحال هكا، شنو عندي هنا؟ نضرب مباشرة، دونك جوج في ثلاثة على أربعة سهلة جدا، شوكولا. دونك هي ستة على أربعة. دونك إكزومبل واحد آخر، باغ إكزومبل واحد على جوج فوا ستة، عشرة هي شحال؟ عشرة هي ستة في واحد على اثنان. كما قلت الشباب، هنا الهدف من هذا الفيديو هو أشنو هو؟ الهدف هو أن الناس مبقاش عندهم هاد المشاكل. صحيح أن كاين آلة حاسبة طاب هذا الطاق، ولكن حنا مبقيناش غنخدمو بآلة حاسبة بزاف، لأن في جوج الامتحانات ديك الأرقام الطبية تسوي في الآلة الحاسبة ما يمكنش، يعني شيء يعني تحسب فنات تسمع بزاف ديك الكالكول، عندك بزاف ديال الحوايج. فالأمور اللي كتخدم بآلة حاسبة تخدم بآلة حاسبة، ما هي بروبليم، يعني الأمور اللي نتعلمها خير، يعني نديرها بيدي خير ليا دغيا دغيا. الو القاعدة الموالية، دونك شنو عندنا؟ إذا كان عندنا مقام الفوق، دونك يكون عندنا الخارج قسمه، راه مقام على مقام. راه المقام الفوقاني ما كيطرى لي والو، كيبقى هو هو المقام التحتاني، كيتشقلب يعني اللي كان بس كيرجع مقام، ماشي خاص تعقل عليه. راه من بعد كتجي لك قاعدة ضرب بس بس مقام مقام، كيعطينا بحال هكا. راه طبعا شي ناس غايقول لك علاش ما درتيش ان مقام يقارب صفر، دونك هادو شي حوايج يعني عادي، يعني التلاميذ عارفين، وما يمكنش واحد يدير واحد على صفر، ما يمكنش يدري. راه هنا غير كنشرح بصفة عامة بلا شروط ديال الضمنية، ولا داكشي ديال مقام خاصو يقارب صفر ولا اي بس، ما عنديش لي نعقد على التلام، دونك داكشي علاش. الو هنا واحد على ثلاثة على سبعة على أربعة، فوالا بما ان لوجيك، يعني الدري بحال هكا غيبان لي واش كاين شي مقام فيه زيرو، ميمكنش شي واحد يكتب واحد على صفر بحال هكا على واحد على صفر، هادي ماشي لوجيك، مش فاهمين الشبك. دونك هنا غير عذروني على ان اللعيبات ما خدمتهمش، ولكن اللي صرا علينا فيديو فيه بزاف، ف انا بغينا نحاولوا انني ما كنطولش فيديوهات باش ما يشكونش الملل. يعني اوكي نبداو بالفوق، يعطينا شحال؟ سي واحد على ثلاثة فوا أصبع على أربعة، كما قلنا كيتقلب المقام كتولي هي أربعة سبعة، اللي كان بسط كيرجع مقام، اللي كان مقام كيرجع بسط. ألوغ أربعة في واحد هي أربعة، سبعة في ثلاثة تعطينا شحال؟ سي 21. أوكي ناخدو قاعدة أخرى. إذا عندنا المقام الكبير هو اللي فوقاني، إذا شنو كندير؟ كنخليه كما هو. هنا كاين واحد غير ما كاتبينوش على السي، إذا كيعطينا طبعا هو المقلوب كما شفنا. من بعد كيولي عندي هو أ و ب و سي.
دونك ناخذ مثال ونحاول من خلال ديالو نفهم. واحد على جوج على ثلاثة، عطانا شحال؟ عطانا هي واحد على جوج غتبقى كيما هي، عطانا الاخرى شحال؟ سي واحد على ثلاثة، لان يعني كيما قلت كاين هنا واحد غير مكتبوش، واحد في واحد عطانا هي واحد في وسطة، وجوج في ثلاثة هي ستة. أرى الحالة الموالية أيضا، إذا عندنا هنا أ كيبقى كيما قلت راه المقام هو الوحيد اللي كتشغلك. لا يا الشباب، دونك إلا فهمت هاد القضية راه ميبقاش عندك مشكل في اللعبة ديال المقلوب. أنا عطانا هي أ فوا سي على بي، ناخذ مثال ونحاول نفهمه من خلال ديالو. يلا، واحد على ثلاثة على جوج، دونك عطانا شحال؟ سي واحد ياك، ثلاثة تشغلك دونك اللي في المقام سابع. ألو بس بس ما في مقام صديق جوج فوا واحد على ثلاثة، خلاص طلعنا شحال؟ سي جوج على ثلاثة. على واحد ملاحظة الشباب، إذا كان عندنا قاعدة أخرى، إذا كان عندنا بحال هكا دونك أ على بي سيغ سي على بي، المقام إذا كان بحال بحال المقام كيتحيد، نيشان كتبقى هي أ على سي. دونك نجربوها حنا مثلا، نديرو شي ما عرفناش القاعدة، نديرو واحد المثال ونحاولو من خلال ديالو نلمسو شنو غادي يطرا. دونك ثلاثة على جوج ياك، راه نتاو معايا الشباب. دونك هنا واحد على جوج فوا دونك جوج على ثلاثة، كيقولك إلا تلاقى بس مع مقام وعندك في عندك حق تختازل، يعني حق نضرب هذا مع هذا، مش القاعدة دي فوق شي واحد على ثلاثة، تافهم؟ دونك نطبقو دابا ديك خاصية نيشان اللي قلنا على السياك، دونك جوج مع جوج عطانا شحال؟ سي واحد على ثلاثة، شتي الفرق الشباب؟ دونك إلا كان المقام بحالو بحال المقام كيطير. أيضا هاد القضية كدارت على بسط، إلا كان بسط بحالو بحال بسط عندي حق نحيد البسوط بعديات، شنو غادي يبقى عندي فوق؟ غتبقى عندي هي واحد على السي، والتحت كتبقى عندي هي واحد على بي. ستدري شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني هو واحد على السي، كما قلنا المقام ما كتغلبش على بي، يعني عطاني هي بي على السي، يعني المقلوب. الوغ ناخدو مثال، الوغ المثال الموالي غادي يعطينا هو شحال؟ دونك كما قلنا انا عندي بسط بحال بحال المقام، اذا تعطيني نيشان ديريكتومون كيجي هذا سبعة على جوج. بغينا نعرفو كيفاش جات، دونك هي ثلاثة على جوج فوا سبعة على ثلاثة، إذا غادي نحيد ثلاثة مع ثلاثة اختزال حيت كاين هنا في، دونك هنا زائد ما عنديش حق نختزل الشباب، دونك خص تكون في ضروري. ألوغ عطينا شحال؟ سي سبعة على جوج. دونك كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاد الحلقة، هادي أول حلقة دونك في برنامج بغيت نفهم. الحلقة الثانية إن شاء الله الرحمن الرحيم غتكون غدا، يعني غدا احتمال كبير يكون فيزياء، عشان نديرو حلقة في فيزياء حلقة رياضيات، دونك غنتناولو فيها شي خمسة حتى ستة حتى سبعة حتى عشرة القواعد بحال كيما درنا اليوم بشكل بسيط، ونحاول ان شاء الله نبسط بقدر الامكان، و يعني غير صبروا علينا شوية لان كاين بزاف. دونك بعض الناس كيقولي علاش كتهضر باللغة الفرنسية في الشرح؟ لاني كنقرا في لافاز، دونك كنقرا في لافاز باللغة الفرنسية، باللغة الفرنسية عفوا. الوغ هنا باللغة الفرنسية يعني كنقراو دي مات باللغة الفرنسية، يعني ما كنقدرش انا عزيز عليا المات بالفرنسي احسن من بالعربية، انا كتجيني لي مو ديالو شوية شوية. دونك وعذروني ان شاء الله الرحمن الرحيم، هذا نحاول نحيد القضية دي مني ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، ما تنساوش انكم تدخلوا الجروب ديالنا اللي غادي يبان ديان ديالو دابا، ودخلوا الباج ديال ديروا جيم الباج ديالنا عندنا مات باش تبقاو ولا عدنان تعليم باش تبقاو مسويفين معنا. كان معكم عدنان تعليم، نتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة. شكرا، السلام عليكم.